طبعا الإنسان إذا عنده مشكلة الأولى ألا يخبر بها أحدا إلا إذا اضطر فيشكو إلى مؤمن، لأنه إذا أنت عندك مشكلة وأعلنت بمشكلتك الصديق يحزن والعدو يشمت، زين الإنسان ليش يسبب حزن الصديق وشماتة العدو؟ الا اذا اضطر لمشوره او لجهه اخرى فاشكو الى مؤمن يحبك حتى اذا عنده راي يشاركك في الراي